يقول اتهام يقول لابنه لما مات يقول حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري إلى أن يخاطب ابنه يقول ولقد سعيت كما سعيت لغاية فبلغتها وأبوك في المضمار أنا وإياك قاطعين نفس الطريق وأنا سابقنك بثلاثين أربعين خمسين ستين سنة وسبقتني وأنا لازلت في المسير هذا المعنى.